نجاح الكامل للبطولة، نعم تذكرة مباراة ريال مدريد بتبدأ من 200 ريال. نعم. شايف التذاكر أسعارها إيه؟ لا ده الرسمي. ده الرسمي اللي لسه هيبقى على منصة الفيفا وهيطرح ويتشتري. اللي هيروح هناك يبقى يشوف تمنها كام بقى لما توصل المباراة. لو ما عرفش يحجزها في الأول بالظبط. بالظبط كده. أكيد طبعًا. بص، عايز أقول حاجة والله، وأنا برضو بقول لجماهير الأهلي رسالة عن طريق برنامجك. عندكم فرصة إن أنتوا تردوا اللي حصل فيكوا في مونديال الأندية في ماتش بالميرس. فاكرين المباراة دي؟ اللي كان في الإمارات. ماتش السيمي فاينل. لما المباراة دي ما كانش جمهور الأهلي ما كانش لسه متأكد من التأهل. اللي لو تفتكر ساعتها كان أعتقد كنا بنلعب فريق اللي هو بتاع أجيري، فريق مكسيكي. أيوه، وكان وقتها المنتخب واخد لعيبة الأهلي بالظبط، عنده ثقة يعني في فلما التأهل. رحنا الملعب لقينا إن جمهور بالميرس واخد تقريبا 80% من الملعب. ليه؟ لأن يعني تبرير مسؤولي فيفا ساعتها قال لك هم كانوا عارفين هم هيلعبوا مباراة، جمهور النادي الأهلي ما كانش لسه متأكد. انت دلوقتي متأكد انك هتلعب السيمي فاينل، لكن باتشوكا والمتأهل لسه الفريق البرازيلي لسه مش ضامن. فانتوا اول ما تطرح التذاكر خش على طول احجز. فرصتك. بس ممكن يجي لك رأي تاني يقول لك ما احنا كده هنشغل الفريق بتفاصيل ماتش الفاينل وانت لسه بتلعب بالماتش الاولاني. لا، بتكلم عن ماتش الاولاني لما تاخد اكبر نسبه من الملعب. انت بتتكلم عن ماتش 14. اوكي تمام. لان انت لسه النهارده جماهير باتشوكا او جماهير الفريق البرازيلي المتاهل للفاينل من اتلتيكو مينيرو او بوتافوجو لسه مش متاكدين. ثلاث فرق لسه مش عارفين موقفهم، لسه مش متاكدين هم، فبالتالي محدش فيهم هيحجز. ففرصه ليك انت، احجز كل التذاكر واملى الملعب، واكيد طبعا هتسيب لهم الربع مثلا او الخمس من الاستاد، بحيث ان احنا برضو في المباراه دي بقى نرد اللي حصل فيه ده في مباراه بالميرس لو تفتكروها يعني. وبعد كده هترد لك بقى في يوم 18. طبعا. خد بالك انت كمان جماهير الريال في المنطقه العربيه كبيره. كبيره جدا طبعا. يعني بص، عايز اقول حاجه، فكره بص المبدا نفسه يا محمد، انك لاعب ريال مدريد مباراه فاينل بطوله القارات الانديه. حلو قوي الموضوع ده. ده ممكن موضوع يشغل بال الناس فينسيك ان في ماتش الاول يوم 14؟ لا 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 دلوقتي لا. اصل هي خلي بالك البطوله نظامها جبرك على كده، ان انت ماشي سنه بسنه. انت شفت لها مجمعه فعمال تتكلم عليها ككل، وباصص بقى لمواجهه بايرن ميونخ، او باصص لمواجهه ريال مدريد، او باصص لمواجهه برشلونه. لا، انت ماشي كل بطوله فعلا وليها كاس. يعني خلي بالك النهارده النادي الاهلي رسميا هو بطل ثلاث قارات، اوكيانوسيا، اسيا، افريقيا. ده رسمي، ده مسمى رسمي للنادي الاهلي. وبالتالي انت عندك مباراتك السيمي فاينل هتلعبها مع المتاهل من باتشوكا او موتافوكا او اتلتيكو مينيرو، هتاخد بيه قاره جديده. ده هيتعمل كاس جديد بالظبط، واللي عليها دايره القارات. نعم. كلها. نعم. وهيظلل بلون معين. أيوه. القارات اللي انت تكون كسبتها بالظبط، لغايه لما توصل بقى لريال مدريد. فكره انك تلعب ريال مدريد فاينل كاس القارات الاول للانديه، العالم كله يعني فاكرين ماتش الاهلي وريال مدريد لما لعبنا الاهلي في السيمي فاينل. مباراه تخيل يعني احنا بنتكلم على زخم، خدت زخم حلو، زخم الكره المصريه ما شافتوش تاريخيا. انت لعبت ريال مدريد بس بشكل ودي، سواء على مستوى النادي الاهلي ونادي الزمالك، او حتى منتخب مصر، او حتى فريق مكون من الاهلي والزمالك مع بعض. كل المباريات دي كانت جميله وحلوه كل شيء، لكن مباراه تظل في الاخر مباريات وديه. لما تلاعب ريال مدريد اعظم نادي في كرة قدم في العالم بشهادة كل الناس في الوقت الحالي في السنوات الأخيرة، أنت بتتكلم على زخم مختلف، بتتكلم على تسويق مختلف، بتتكلم على شكل مختلف. النهارده يا محمد، احنا النهارده اتكلم مع المشجعين البرازيليين على السوشيال ميديا. المشجعين البرازيليين عارفين النادي الأهلي.